مساء الخير مشاهدينا، مثل كل حلقه بنختار لكم دائما المحلات المميزه لتكونوا على 24، واليوم جولتنا حتكون لمحل شيك يلي تفرد عن غيره بازياء رائعه، عنوان الاناقه والرقي والابداع. فقدم تصاميم كلاسيكيه بلمسات عصريه وتفاصيل جذابه غير تقليديه، غيرت لنا مفهومنا السائد عن ازياء المراه الشرقيه. اهلا وسهلا فيكي ماسا، كيفك؟ تمام الحمد لله، انت كيفك؟ تمام. بالبدايه تحكي لنا مين مؤسسين هذا المشروع وشو وظيفه كل واحد فيهم؟ هلا بالبدايه شيك فاشن فيك تعتبريها هي فاميلي كومباني. بلشت الفكره انه ماما المصممه هنادي الخجا هي دارسه تصميم ازياء، فحبينا انه نقدم افكار غير عن السوق. صحيح، نحن لاحظنا بالكولكشن تبعكم في اختلاف وفي مفهوم جديد عم ينطرح للصبايا وعم يغير لهم مفهومهم للازياء المراه الشرقيه. لو نحكي عن بدايات شيك، كيف بلش وكيف تطور؟ يعني صرنا تقريبا سنه ونص، اخذنا هذا البوتيك الصغير، حبينا نقدم فيه شغلات مميزه، تصاميم مختلفه، وشوي شوي قدرنا نعمل اسم بالسوق. وشو الصعوبات اللي واجهتكم اول ما بلشتوا؟ الصعوبات اللي واجهتنا اول شيء انه كان مكاننا بعيد شوي عن السوق، كنا لسه مو معروفين، كنا لسه ما عم نقدر نعرف انه شو الصبايا بتحب اكثر، الستايلات اللي بيرغبوها. شوي شوي بلشت تنحل هاي المشاكل. وشيك هلا حاليا من وين بيستوحي تصاميمه؟ هلا نحن بنستوحي تصاميمنا من خطوط الموضه العالميه، بالاضافه انه نحن بندخل الشيء من افكارنا ومن تصاميمنا انه يكون متناسب مع جو بلدنا بشكل عام. مناسب يعني للمراه الشرقيه؟ تماما. حلو كثير. شو كونسبت الموضه بالنسبه للشيك؟ هلا كونسبت الموضه هو انه نحن عم ندمج بين الموضه العالميه مع انه ثياب محتشمه لمحجبات وغير محجبات. هلا مثل ما لاحظت انكم ما بتعتمدوا ستيل واحد، يعني في لمختلف الاذواق والاعمار، بس اكيد في بصمه بتميز تصاميم شيك عن غيرها، فشو هي؟ هلا البصمه اللي بتميز شيك هي انه كل تصاميمها هاند ميد، مهتم بالديتيلز كثير، مهتم انه يطلع الفينيشنج هاي كواليتي. يعني كمان مثل ما لاحظنا انه في شيء كثير ضايج وفي شيء كثير هادي، يعني عم تعتمدوا على ستايلات مختلفه. في اكثر من ستايل ببوتيك شيك، في شيء بلوزات بيلتبسوا على جينز، في شيء فورمال بيلتبس لمناسبات رسميه، ميتينج، عمل، او سهره ممكن نروح فيهم، حفله، عرس، يعني عم نحاول قد ما فينا نرضي جميع الاذواق. يعني دائما في شيء مميز بكولكشن شيك عم نشوفه، هو صراحه غير لنا مفهوم الازياء، سمح لنا ايضا بمواكبه الموضه بشكل انيق ومدروس ومناسب، فخلينا نحكي بالتفصيل عن هي الكولكشن هلا المعروضه قدامي. هلا نحن دائما عم نحاول انه نكون اب تو ديت، عم نحاول انه تكون تصاميمنا كلها مميزه، حتى الالوان تريندي، يعني مثلا عندك لون الروز جولد اللي هو صار له 3 سنين موضه، صيف شتاء، ولهلا لسه بهي الصيف ما خلصت موضته، ولسه للسنه الجايه رح يضل موضه. عنا دائما الاسود والابيض هن بيزك بالمحل، يعني دائما لازم يكونوا موجودين كلونين اساسيات. هن اكثر طلب تقريبا اذا بدهم يطلبوا الزباين. تمام، اي شيء اي لون بيزك، ما يعني نحن دائما كل كولكشن بيكون في منهم لون ابيض او اسود او الابيض والاسود مع بعض. هلا بالنسبه لهذا الجاكيت وهي النقشة عم نشوفها كثير دارجة. تمام، هو هذا جارديجان بسموه، هو مثل الجبير، بيلتبس كثير مثلا ممكن لسفر، ممكن بحر، بيلتبس على شيء رسمي وبيلتبس على الجينزات حتى، وحتى إذا صبية ما أنا محجبة فيها تلبس تحته تيشيرت مثلا وتطلع فيه، كثير موضة، كثير بتطلع ستايلش.
بس تخبرينا قديش اليوم عم يكون في منافسة بين القطع اللي عم تقدمها الشركات والقطع اللي عم ينتجها شيك؟ هلا المنافسة بالعمل موجودة، بس الفرق بيننا وبينهم انه نحن قطعنا قليلة، يعني مثل التصميم الخاص تقريبا كلياتها هاند ميد، فممكن تلاقي القطعة منتشرة كثير، عم يلبسوها كثير من الصبايا، اما بشيك لا، عم تلبس الصبية قطعة ما في منها ابدا غير قطعة او قطعتين بس، يعني شيء يونيك. شكرا كثير لك ماسا، انا سعيدة بلقائك بوجودي وتعرفي على الكولكشن الحلوة المميزة اللي عندك. شكرا كثير، وشكرا كثير لوجودك معي، واهلا وسهلا فيك.